حالة 9 أمناء شرطة بتهمة التعدي على أطباء المطرية للمحاكمة الجنائية. مدبولي والوزير يتفقدان العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. ونتابع في هذه النشرة أيضا: السيسي يستقبل كيري اليوم والقضايا الإقليمية تتصدر المباحثات. أهلا بكم إلى نشرة الثالثة من النهار اليوم. قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالة 9 أمناء شرطة بقسم المطرية للمحاكمة الجنائية في واقعة التعدي على أطباء مستشفى للمطرية. ونقل مراسلنا عن مصدر قضائي قوله إن التحقيقات نسبت للمتهمين الاحتجاز والتعدي بالضرب والقول على الأطباء واستعمال القسوة وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية. تفقد مصطفى مدبولي وزير الإسكان واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال تنفيذ المرافق والبنية الأساسية والحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال مدبولي إن غابة من المعدات بالموقع تعمل على مدار 24 ساعة، بينما أشار اللواء كامل الوزير إلى أن الرئيس السيسي سيضع حجر أساس العاصمة الإدارية خلال شهر. انت جيت النهارده لقيت الشغل شغال في كل القطاعات، في كل الاعمال، طرق شغال، مرافق شغال، اسكان شغال، كباري شغال، كل الاعمال شغاله في توقيت واحد. مين اللي بيشتغل دلوقتي هنا؟ وبرضه باكد عليها وانتم شفتوها، كل المصريين، كلها شركات مصريه، محدش يقول لنا بقى اصل انتوا جايبين الصينيين يشتغلوا، لا، انت شايف يا فندم دلوقتي كل الشركات اللي موجوده شركات قطاع الاعمال العام المصري وشركات القطاع الخاص المصريه. دينا على شبكه الطرق الضخمه الهائله اللي بتعملها الهيئه الهندسيه، الحقيقه شبكه طرق عمرها ما اتعملت في تاريخ مصر، بنتكلم على يعني 6 حارات رايح و6 حارات جايه بخلاف طرق خدمه كل طريق عرضه 3 حارات، يعني تخيلوا هيبقى في اتجاه واحد 9 حارات مروريه ماشيه في اتجاه واحد في الطرق. بنشوف المرافق كلها، حجم اعمال الكباري والمنشات اللي موجوده النهارده اللي بتتنفذ من خلالها الهيئه الهندسيه حاجه يعني وفي وقت قياسي، واحنا اتعودنا خلاص بعد توجيهات سياده الرئيس ان احنا موضوع الوقت ده بقينا بنضرب كل الارقام القياسيه يعني ان شاء الله. قال الرئيس السيسي إن محطات الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنز الألمانية في مصر ستكون من أكبر محطات توليد الطاقة في العالم، منوها بأنها ستوفر 30,000 فرصة عمل. وخلال استقباله جوزيف كايزر المدير التنفيذي للشركة الألمانية، أكد السيسي تطلع مصر للانتهاء من تنفيذ تلك المحطات بحلول عام 2018، ليصل إجمالي الكهرباء المولدة منها إلى 14,400 ميجاوات، بما يمثل نحو 50% من إجمالي الطاقة المولدة في مصر حاليا. وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث العلاقات المشتركة وعدة ملفات إقليمية. ويعد هذا اللقاء هو الثاني بين السيسي وكيري في أقل من شهر، حيث زار الوزير الأمريكي القاهرة في 20 أبريل الماضي. أثارت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه فيها رسائل إلى الفلسطينيين والإسرائيليين خلال افتتاحه عدة مشروعات بمحافظة أسيوط، أثارت عددا من ردود الأفعال من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني اللذين أبديا ترحابا كبيرا بالخطاب. سواء هي مبادرة أو دعوة، فلا شك في أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية كانت كحجر في المياه الراكدة لبحر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. من أسيوط كانت رسالة السيسي للجانبين على حد سواء واضحة، وكان السلام والأمان عنوانها. لو قدرنا نحقق كلنا مع بعض بجهد وإرادة حقيقية وإخلاص حقيقي حل لهذه المسألة وإيجاد أمل للفلسطينيين وأمان للإسرائيليين، أنا بقول لكم هتكتب صفحة أخرى جديدة لا تقل يمكن تزيد عن ما تم إنجازه في معاهدة السلام
بين مصر وإسرائيل اللي مر عليها أكثر من 40 سنة دلوقتي. دعوة الرئيس للجانبين لتحقيق السلام والعودة لحل الدولتين يمكن القول بأنها بوادر مبادرة ليست بجديدة على مصر، التي لطالما اعتبرت نفسها وسيطاً حاسماً في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقبله تحقيق المصالحة بين فرقاء الوطن الواحد. أنا شايف ده لو تحقق الأمل ده بإيجاد حل لهذه القضية وبقت في دولة فلسطينية، بقول بضماناتنا كلنا إن هي تبقى أمن وأمان للجانبين. مبادرة رآها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بارقة أمل في الدفع بمحادثات سلام متوقفة، وفشلت في تحريكها جهود دولية ليست بالهينة على مدار الفترة الماضية، فكان الترحاب من الجميع. ورغم أن كلمة الرئيس جاءت في توقيت يلفه الإحباط بعد تعثر المبادرة الفرنسية لدفع عملية السلام بالمنطقة وكذلك تأجيلها للصيف المقبل، إلا أن البعض يراها صفحة جديدة ربما ساهمت في فتحها مباحثات أجرها الرئيس عباس مع السيسي في زيارته الأخيرة للقاهرة، وزيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمصر، التي لا شك تقع قضية فلسطين وجهود السلام على قمة أولوياتها. قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر لديها رؤية واضحة بشأن دعم المسار السياسي في سوريا وليبيا بهدف عودة الاستقرار إليهما والحفاظ على وحدة أراضي الدولتين ومكافحة الإرهاب. وعلى هامش مشاركته في اجتماعين بشأن سوريا وليبيا في فيينا، أضاف شكري إن الرؤية المصرية بخصوص هذين الملفين تقوم على الشراكة والتنسيق مع القوى الفاعلة مثل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر تمسك الحكومة اليمنية بدعم جهود السلام لمنع انهيار الدولة، وقال في مؤتمر صحفي له إن المضي في المشاورات لن يكون إلا بعد إلقاء الحوثيين السلاح والتزامهم التام بالقرارات الدولية. إن المفاوضات التي تجري في الكويت لا بد وأن تؤدي إلى السلم والاستقرار، ولا بد في النهاية أن نحافظ على بلدنا موحدا وآمنا ومستقرا، وهذا الأمر لا يتحقق إلا على عن طريق واحدة، هي احترام مرجعيات هذا الحوار والقبول بها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. وعلى الحوثيين وصالح أن يعلموا أن الاعتراف علنا بهذه المرجعيات والذهاب فورا لتطبيقها دون مماطلة أو مراوغة هو ما يريده شعبنا، وأن التظاهر في الساحات ببعض أهلنا لن يوفر حلولا لمجتمع يحترب أهله، خاصة وقد أدركوا أن الانقلاب والتمرد على الشرعية لم يحصد سوى الدمار. عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا تشاوريا على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لاجتماعهم المشترك مع سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن السبت المقبل بمقر الجامعة، وسيكون هذا الاجتماع هو الأول من نوعه ويناقش عدة ملفات بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والصومال، إضافة إلى عدة قضايا أخرى في مقدمتها الإرهاب والهجرة. قتل ما لا يقل عن 10 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في غارات شنتها طائرات تركية على مواقع للحزب جنوب شرق تركيا وشمال العراق، ومنذ انهيار وقف لإطلاق النار العام الماضي وردا على هجمات دموية لمسلحي حزب العمال، يقصف الجيش التركي مواقع للحزب المحظور في المناطق الجبلية شمال العراق حيث توجد معسكراته قرب الحدود التركية.
قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إنه من الصعب التصور أن يوقع الرئيس على تشريع يسمح بمقاضاة السعودية بشأن هجمات 11 سبتمبر. تصريح إرنست جاء تعليقا على موافقة مجلس الشيوخ على هذا التشريع رغم تهديد الرياض ببيع أصول تمتلكها بالولايات المتحدة، إذ جرى إقرار هذا التشريع وهو ما يتوقع خبراء أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي وربما العالمي أيضا. فازت المرشحة الديمقراطية المحتملة لسباق الرئاسة الأمريكي هيلاري كلينتون على منافسها بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية بولاية كنتاكي، فيما حقق ساندرز الفوز في ولاية أوريغون ليحتدم التنافس بينهم، وتتقدم كلينتون في عدد المندوبين، ما يعني أنها ستكون على الأرجح في نهاية المطاف مرشحة الحزب للرئاسة، لكنها لا تزال بحاجة لحوالي 100 مندوب إضافي لتحقيق العدد المطلوب للفوز ببطاقة الترشح. شيع أهالي قرية برج مغيزل في محافظة كفر الشيخ جثامين 4 صيادين من القرية غرق مركبهم في مياه مرسى مطروح، فيما جرى إنقاذ صياد خامس، وناشد أهالي القرية القوات البحرية بذل مزيد من الجهد لانتشال جثامين 3 صيادين آخرين كانوا على متن المركب. أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي توزيع مساعدات مالية للمتضررين من حريقي منطقتي الرويعي والغورية، وذلك في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة للوزارة غدا، على أن تعلن عدد المتضررين والقيمة المالية لتعويض كل منهم. وكانت الوزيرة قررت صرف 10,000 جنيه لأسرة المتوفى و2,000 جنيه للمصاب بحريق الرويعي. أعلن نقيب الصحفيين يحيى قلاش تشكيل لجنة قانونية لمتابعة تطورات الأزمة الأخيرة. وأضاف قلاش خلال مؤتمر صحفي أن النقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة وليست في صراع مع أي من الأطراف، مؤكدا حرص النقابة على إزالة آثار التصريحات السلبية والمعلومات المغلوطة. أقامت مؤسسة الشيخ المسلماني الخيرية احتفالية خاصة بمناسبة اكتمال شرح صحيح البخاري للدكتور أحمد عمر هاشم الداعية الإسلامية، وحضر الاحتفالية الكاتب الصحفي أحمد المسلماني راعي المؤسسة ونخبة من المثقفين ورواد العمل الخيري في مصر، كما ألقى هاشم ندوة بعنوان علم الحديث في القرآن 21. المرحلة الراهنة تمر فيها الأمة بمنعطف خطير وتحديات لا تقع تحت حصر، كان من بين من توجهت إليهم هذه التحديات هؤلاء الأئمة وهذا العلم وهو الحديث النبوي الشريف. فمن أجل ذلك كان خروج هذا الكتاب في هذه الآونة يمثل أبلغ رد على الذين حاولوا أن يقدحوا في سنة أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. كنوز سياحية تمتلئ بها محافظة البحر الأحمر لا يعلم الكثير عنها شيئاً. أحد هذه الكنوز محمية وادي الجمال بالطبيعة الخلابة. المزيد عن تلك المحمية من خلال جولة لكاميرا نهار اليوم في سياق هذا التقرير. طبيعة فاتنة وآثرة، بديع صنع الله في كونه. محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر محمية أنشأت للحفاظ على التنوع البيولوجي، فالجبل والبحر جزء منها، فتجد البيئة الصحراوية بمختلف مظاهرها. وما عالم البحار عن تلك المحمية ببعيد. من أهم اللي بيميز محمية وادي الجمال السكان المحليين اللي فيها، وهم ليهم دور كبير جدا في الحفاظ على البيئة داخل المحمية، وهم طبعا ناس بيتميزوا بالبساطة والطيبة، ولو اتقابلت مع أي حد فيهم هتحس إن هو فعلا من جواه بيحب الناس وبيحبوا يستقبلوا الناس.
طبعا اللي بنتمناه من كل الناس في مصر ومن العالم كله ان هم يزورونا هنا وينورونا في المحمية. تستطيع أن تقول إنها عديد من المحميات داخل واحدة، فمنطقة لتجمع طائر صقر الغروب، إلى منطقة للشعاب المرجانية، إلى مناطق الطيور المهاجرة، إضافة إلى مناطق أخرى لممارسة أنشطة السباحة والغوص. اللي بيميز المنطقة دي زي ما انتم شايفين المنظر الطبيعي اللي فيها، نبات المنجروف وجوده في قلب المكان، ونبات المنجروف من النباتات النادرة في مصر، ومش بينمو في أي مكان، هو بينمو على ساحل البحر الأحمر. قطعة من الجنة بصحيح، كان لابد أن تستثمر سياحيا، والآن يجب أن تزداد جهود استغلالها للسياحة. عندنا القلعان وهو منطقة تعتبر مالديف مصر في الفترة الجاية، اللي هي بصراحة حتة من الجنة حسب استطلاع لرأي لأكثر من جنسية مختلفة. هدوء المكان وسحره جعله محط الأنظار والانبهار. المكان هنا مكان مميز جدا، ما تلاقيهوش غير مثلا في هاواي، في تهيتي، في حتة تانية بره. فوجود حته زي هنا مثلا اللي هي قلعان كبيتشو كمكان محميه طبيعيه، حاجه في منتهى الجمال يعني. صناعه الاشياء اليدويه وصيد الاسماك كان مصدر رزق لبعض السكان المحليين بتلك المنطقه. هنا بنعمل خامات حاجات يدويه عباره عن جلد وخرز، وهنا بتيجي زي ما انت شايف مصريين وسياح بتيجي هنا، فالحاجات احنا بنعملها يدوية فبتيجي الناس بتشتريها يعني. بنعمل الجبنة ليهم دي، بنعمل نحمس البن ونعمل الجبنة وبنستنفع فيها في نفس الوقت، والناس بيطلبوها منينا وحاجة طبيعية يعني على قد الحال على المشروب اللي عندنا اللي بنعمله يعني. في محمية وادي الجمال جمال لا يضاهيه جمال، لكنه في طي النسيان ينادي من يظهره للعالم، فهل من مجيب؟ وختاما إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة. إحالة 9 أمناء شرطة بتهمة التعدي على أطباء المطرية للمحاكمة الجنائية. مدبولي والوزير يتفقدان العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. والسيسي يستقبل كيري اليوم والقضايا الإقليمية تتصدر المباحثات. أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.